ليك يا عمي، لاباس عليكم؟ صحة مزيانة؟ كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، وما تنساوش دائما دعموني القناة ديالي بابوني وجيم. على العموم فيديو اليوم ان شاء الله غيكون واحد فيديو يعني خاص بذكرى تقديم وثيقة المطالبة في الاستقلال، وهو واحد حدث تاريخي وأيضا وطني يعني يحتفل به جميع المغاربة سواء داخل أرض الوطن وخارجه. على العموم خليكم على الفيديو حتى الآخر، كنتمنى يلقى الإعجاب ديالكم أو ينال الإعجاب ديالكم، وفي طبيعة الحال تقدموا لنا الدعم والتشجيع، وكالعادة أتمنى أن أكون ضيفة خفيفة على جميع المشاهدين والمشاهدات، وأيضا تستمتعوا مع الفيديو ديالي. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم مرة أخرى. قلنا يحتفل الشعب المغربي يوم 11 يناير بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، الذي يشكل حدثا نوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، والتي يحتفي بها المغاربة وفاء لرجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن في سبيل الخلاص من الاستعمار الفرنسي. لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع المستعمر الذي قسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي. هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتقسيم للتراب جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، حيث تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، والذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر أنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية. في هذا السياق تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين، حيث برزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإعار من الملك محمد الخامس. ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق معه، حيث اعتبر 11 يناير 44 900 وألف حدثا جيليا ونوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية. هذه بعض المعلومات عن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، والذي نحتفل به كل سنة تخليدا واحتفالا وتقديرا للمناضلين الذين شاركوا في هذه الملحمة التاريخية. على العموم أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأن يرقى مسامعكم، وفي الأخير أتمنى أن أكون ضيفة خفيفة على قلوب المشاهدين والمشاهدات. على العموم أخليكم، كنتمنى فيديو اليوم دائما يلقى الإعجاب ديالكم،
فيديو آخر من إن شاء الله البلدان يا إلى اللقاء. جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. أرض كريمة ضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا قرة العيان والشمس وتغني الجبال عليها، ياللي هارب من الأحزان زور بلادنا تتعافى، زور بلادنا تتعافى. طبيعة ودوال الإنسان واللي شرب لها يتشافى، واللي شرب ما يتعافى. ياللي هارب من الأحزان زور بلادنا تتعافى، زور بلادنا تتعافى. بلادنا يا دار السلوان، 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 يا شربان منا مع الصفا. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. ناقاسها نخوة وطرافة، ناسها مضواء وضرافة، وجمالها شايع معروف. شحال يا بلادي واللاف واللي سال يجي ويشوف.
العيان والشمس ضوت عليها عروسة ما بين الشطان وتغني الجبال عليها بلادي يا قرة العيان والشمس ضوت عليها عروسة ما بين الشطان وتغني الجبال عليها يلي هرب من الحزان زور بلادنا تتشافى ويعود والإنسان واللي شرب ما هيتعافى يلي هرب من الحزان صور بلادنا تشافى ويعود والإنسان واللي شرب ما هيتعافى بلادنا يا دار السلوان بلادنا يا دار السلوان بلادنا يا دار السلوان يا شربة منا بصافى يا عيد قديمة مكيافة وجمالها عبد المحروف يا دين البلدان يا جنة على حد الشوف دين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف